تغيب المشاهد القتالية في مديرية باقم تارة وتعود للصدارة تارة أخرى. مشاهد اليوم أيقظت ما كان متخفي من تحركات للحوثيين على أطراف مركز مديرية باقم بعد اصطياد دقيق خلال الشهر الماضي من مقاتلات الجو والمدفعية لعناصرهم، كانت قد استهدفت بعدة ضربات تعزيزات وتجمعات وكذلك قيادات ميدانية في وسط المركز وأطرافه. بعد استطلاع دقيق عن مواقع سيتم شن عملية عسكرية فيها، نفذ أبطال المحور هجوما عنيفا وصفه بالمباغت في شرق المديرية. احتدمت المعارك بين الطرفين بأنواع الأسلحة القتالية، لكن صمود العناصر الإرهابية لم يكن طويلا، انهار مقاتليهم سريعا وسط تقدم الأبطال إلى مجموعة تبابة قريبة من قرية مزهر باتجاه مركز باقم. نحن من أفراد اللواء 102 محور أزال نعلن تقدمات كبيرة في باقم، وإن شاء الله نواصل تحرير مديرية سعدة وباقي مديرية محافظة سعدة، وإن شاء الله ندخل إلى صنعاء. في تطورات هذه المعارك التي أعلن الجيش سيطرته على هذه التبابة، لا تختلف النتائج فيها عن كل مرة إلا في عدد القتلى والخسائر العسكرية للميليشيات الإمامية، حيث لقيت عشرات الجثث مصرعها في مواقع المواجهة مع جرحى آخرين، فيما اغتنم أفراد المحور كمية من الأسلحة المختلفة تركتها عناصرهم بعدما لذت بالفرار. سيطرة القوات الحكومية على نحو 85% من مساحة المديرية يسهل من استكمال تحرير ما تبقى من الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا على نحو أكبر، لا سيما وأن هذه الأجزاء تحت السيطرة النارية لأبطال الجيش. فعلى صعيد المعارك في باقم وكتاف، لا تزال الجبهات الأخرى بصعدة تشهد توقفا نسبيا لمعاركها. من محافظة صعدة، عبد العالم دحلان، لقناة اليمن اليوم.